السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. في تصريحاته استبعد رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم عبد الكريم مدوار تأجيل مباريات البطولة الوطنية بسبب انتشار فيروس كورونا في الجزائر. مدوار لمح في تصريحات إذاعية إلى إمكانية إقامة بقية المباريات في الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية دون جمهور في حال أمرت وزارتا الصحة والشباب والرياضة بذلك تفاديا لانتشار الفيروس. أكيد احنا في اتصالات مع وزارة الشباب والرياضة، كذلك الفيدرالية الجزائرية كرة القدم، وبدورها مع وزارة الصحة، لأن هي اللي عندها كل إحصائيات وهي اللي تعرف مدى خطورة هذا الوباء أمور وقائية علينا الحذر والحذر، لأن نستنى الضوء الأخضر من وزارة الصحة ولا كذلك الوزارة الوصية، من أجل إذا ما كان ضروري على كأول خطوة ربما لقاءات بدون جمهور أو أي شيء مماثل، نحن لا نتأخر في تطبيق هذه التعليمات، وخاصة من أجل سلامة المناصرين الجزائريين وكذلك الشعب بصفة عامة. احنا عندنا 40 مليون جزائري، كاين 19 حالة ومعظمها في بلدية واحدة وفي عائلة واحدة. لا للتهويل، نعم للوقاية، نعم للنصيحة، نعم لل توصيات وزارة الصحة، ولكن لا للتهويل. احنا اضعف الايمان ولا اقصى تقدير ان نروحوا للويكلو، ولكن نظن هذه امور وقائية، ولازم الانسان كشخص يتعلم باش الانسان يغسل يديه اكثر من المعتاد، اذا كان مريض يدير لهذاك الكمامة، ما يروحش للاماكن العامة، لان كاين كرة القدم، كاين المدرجات، كاين الاسواق، كاين لي غران سيرفاس.